هي جلسة تمهيدية أولى عقدها البرلمان اللبناني وخصصت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبحضور 122 نائبا وتغيب 6 نواب لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة. ورقة بيضاء 63، ميشيل معوض 36، لبنان 10، سليم إدي 11. إذا ما صار في توافق وإذا ما كنا 128 صوت لا رح ننقذ لا المجلس النيابي ولا لبنان. صدقوني هلأ مرة تاني بس حس إنه في أي توافق بعين جلسي فورا. بعد عملية فرز الأصوات أقفل رئيس البرلمان محضر الجلسة إثر انسحاب عدد من النواب وفقدان النصاب القانوني لإجراء دورة انتخابية ثانية، الأمر الذي كان متوقعا من النواب. هذه أكيد جلسة استطلاع، شوي وضع الكل أمام مسؤوليتهم واستطلاع شوي للوضع الكتل اليوم، وتست أولي إذا بدك، اختبار أولي لشو موازين القوى بالمجلس، شو ممكن نوصل لتفاهم بالمجلس. إن شاء الله خير. ما في جلسة، مش جلسة انتخاب، جلسة عد أصوات، جلسة شو ما بدك، أكيد مش جلسة انتخاب. رئيس البرلمان لم يحدد موعداً لإجراء جلسة انتخابية ثانية، ما يعني أن التوافق على اسم رئيس جديد للجمهورية لم ينضج بعد، وخصوصاً أن المرشحين الفعليين لم يعلنوا ترشحهم حتى الساعة، ويأتي في مقدمتهم النائب السابق سليمان فرنجي إضافة إلى النائب جبران باسيل، كما برز اسم قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون. ما بعد الجلسة الأولى تبدأ معركة الانتخابات الفعلية، معركة تبقى مفتوحة على أكثر من احتمال، أخطرها بنظر متابعين يبقى الفراغ الرئاسي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.